يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. حلقة يوم الحد 6 نوفمبر، التاريخ الذي ينتظر العالم جميعا وتتوجه فيه الأنظار إلى مدينة السلام شرم الشيخ، هو تاريخ انعقاد قمة المناخ كوب 27. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين. النهاردة يوم بالفعل مهم جدا، أنظار العالم كله بتتجه لشرم الشيخ، الحدث الأهم والأبرز اللي بتستضيفه مصر وهو مؤتمر المناخ، أكبر منصة بتجمع قادة وزعماء العالم. بنتكلم عن زعماء العالم كله موجودين على أرض مصرية في مدينة السلام، وخلينا نقول أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني أوليف شولتز، بنتكلم عن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، ولي العهد السعودي قلنا مرة تانية، الأمير محمد بن سلمان، العديد من القادة وزعماء العالم كله النهاردة موجودين على الأراضي المصرية عشان يناقشوا أزمة تغير المناخ والظواهر المترتبة عليها. بنتكلم عن ظواهر كتيرة قوي مستحدثة على الكرة الأرضية، بنتكلم عن فيضانات، جفاف، العديد من الظواهر اللي ناتجة عن الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجة الحرارة للكوكب. الكل بيعول على قمة شرم الشيخ في إنها تكون نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية، وده بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والدول النامية والعالم أجمع يا أحمد. عشان كده يا بسنت بنقول إن مصر هتكون حديث العالم أجمع وكالات الأنباء لمدة 12 يوم، وهي مدة يعني تنظيم مؤتمر كوب 27 في مدينة السلام، هتكون مهتمة وهتكون بتغطي هذا الحدث. بنتكلم على أكثر من 450 قناة موجودة هنا في مصر، هو رقم كبير، ويمكن المؤتمر زي ما قال بسنت هيحضره يعني أهم قادة العالم، ما فيش اسم مش موجود. يعني اترك كده لنفسك العنان كده وفكر وقول أي اسم أنت يعني تتخيله هتلاقيه موجود. لو بنتكلم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موجود، أرسولا فوندرلاين المفوضية الأوروبية موجودة، كل القادة كل الزعماء موجودين على أرض مدينة السلام علشان مناقشة تخفيض انبعاثات الغازات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وكمان الحفاظ على درجة حرارة الكوكب أقل من 2 درجة مئوية، بالإضافة للعمل للوصول ل 1.5 درجة، وكمان الالتزام بتوفير الموارد المالية لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تأثير تغير المناخ أو الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية بسبب الثورة الصناعية، لأن ما فيش دولة بعيدة عن تأثير وتداعيات التغيرات المناخية في المجمل كمان، وشفنا ده في الفترة الأخيرة، شفنا كمان في فيضانات، شفنا جفاف، شفنا حرائق للغابات في عدد كبير جدا من الدول. علشان كده الاهتمام الدولي متزايد، وكل العالم بينتظر مؤتمر شرم الشيخ والنتائج اللي هيتم التوافق عليها.